كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي عن تفاصيل إنتاج 100 وحدة قمر اصطناعي تعليمي كانسات. وقال القوصي على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم إن فكرة المشروع تعتمد على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطالب التعامل معها بسهولة، ويمكنه أن تحل وظائف للأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة في القمر الاصطناعي الكبير مثل أنظمة الطاقة وكاميرا الاستشعار عن بعد ونظام الاتصالات. وأوضح القوصي أنه بموجب بروتوكول التعاون ستنقل وكالة الفضاء المصرية تجربة كانسات للمدارس، إيمانا منها بأن الجمهورية الجديدة هي نقلة نوعية لمصر في شتى المجالات وفي مقدمتها التعليم.